بسرعة البديهة عندنا؟ يعني ماشي الحال. حربو يعني شو بدي الله. أيوة أنت ما عندك سرعة بديهة ولا شام. مرحبا. أهلين يا هلا. كيفك؟ الحمد لله. تعرفني عنها؟ أنا أيمن حمود، موظف بالمحافظة. الله يقويك يا رب. كيف سرعة البديهة عندك؟ يعني ماشي الحال. هذا ذكي شيء؟ يعني حلقت على الطاير شيء؟ يعني حربو. حربو. رح أسألك ثلاث حزازير، إذا بتعرف واحدة منهم رح تربى. إيه ماشي. جاهز؟ جاهز. شو هو الشيء إذا راح ما عاد بيرجع؟ إذا راح ما عاد يرجع البني آدم، إذا راح ما عاد يرجع. ما قصدي على هيك. يعني شو قصدك يعني؟ يعني في شيء تاني ما له علاقة بالموت ولا بالمصاري ولا بالعمر. يعني السيارة مثلاً؟ إذا راحت ما عاد بتروح. يعني بتروح على التلف الكب يعني. لا. كب شو غير؟ غير السيارة. يعني شو بدي أقول لك؟ بروح ما بيرجع. العمر يعني؟ لا غير العمر. غير العمر؟ والوقت غير. الوقت؟ آه لا والوقت كمان. طب الدراسة أو هيك بروح. بتدخن؟ يعني أرجل. يعني أنا قربت لك إياها بس أنت مرقت من دعمك وما شفتها. أرجيلي. هي هي اللي بتروح على. أيوة هي بتروح ما بترجع. الأرجيلي. هي الأرجيلي. لا. التلميحة. التلميحة. إيه ما إيه. شو الجواب؟ شو الجواب؟ إنه بتروح. إنه خلاص حسألك سؤال تاني. يلا ماشي. شو هن الصديقين بيضلوا مع بعض وما بيفارقوا بعض؟ ما فيهم يمشوا بلا بعض. الصديقين. رفقاتك أو أخواتك؟ رفقاتي بيمشوا بالأيك. أخواتك؟ لا. طب أصدقائك؟ لا عمل لك هني صديقين ما ايه. فيهم يمشوا بلا بعض بيضلوا مع بعض دايما بيمشوا مع بعض يعني البنات بيضلوا يمشوا مع بعض؟ لا. غير البنات؟ شو يعني؟ أولاد يعني؟ شي جماد. جماد؟ الكرسي يعني؟ كرسيين كرسي؟ لا ما بيمشوا الكرسي. لا شي بيمشي. الحصان؟ يعني شو؟ الموبايل؟ لا. البوط؟ وحش. ما شاء الله حدا يا عم ساعده. شكرا لك. شكرا لك. البوط. رح اسألك سؤال ثاني. يلا ماشي. شو هو الشهر من اشهر السنة إذا حذفت منه حرف صار فواكه؟ ايوه مو يعني فواكه موز. شو هو؟ شو الشهر؟ شو هو الشهر؟ انت كمان سمعتني عم حذر لحدا قبل ما اطلع معي. لا يعني يعني بس ما لقطت كثير يعني. شو هو الشهر؟ الشهر طيب تموز. شو الحرف تموز؟ انا اعطيتك الجواب. تموز. اوكي شكرا. اوكي انا غلطت اعطيتك الجواب. يلا ماشي. سؤال ثاني. يلا ماشي. اسكت. مين الشخص يلي الرؤساء والوزراء بيهنولهم راسهم بدون تردد؟ الصيني بيحنوا راسه. الصيني بيضلوا ببطوا راسه. غيره شو يعني بيحنوا راسه ببطوا؟ ايه الرؤساء والوزراء بيحنوا راسه لشخص. رئيس. ايه هو بيحني راسه لشخص. مين هو هذا الشخص؟ مين هو؟ الوزير. خليني احكي. الرئيس والوزير وهدول بيحنوا راسهم لشخص. مين هو؟ رب العالمين. لا مو رب العالمين. لمين لك؟ شو شخصي هذا؟ شخصي. مين هو الشخص؟ والله ما عرفته. ما عرفته؟ لا. طيب رح اعطيك مساعده. شو المساعده؟ دكتور الاسنان ولا الحلاق ولا المهندس؟ مين بيحنوا راسهم؟ المهندس. لا للحلاق. للحلاق. هلا ليك عم لا تزعل مني انت. ما عندك سرعه بديهه ولا شامه. يلا معلش بس في اسئله انت عرفت تجاوب عليها. واحد يحكي ضميره. شكراً. انت رحت معنا جائزه مقدمه من يلا تيفي. شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا لك. يعطيك العافيه.